شكري. بص محمد اللي بص 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 انا شكري انت كده عليك يا صدقني. انا اشتغلت هنا دي 7 سنين خلاص، 7 سنين قصدي 6 سنين. تمام انا عارف الموقف ان شاء الله. اهم شيء انتوا الاثنين عشان لو استوعبوا حاجه. شكري. اسمع خلينا اقول كلام في ذمتي والنبي 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 بس الكلام اللي في ذمتي يعني لو مش عاجبكم دخلوا مدن وتخرجوا مدن ثانيه. تمام بعد اذنكم محمد، انت عارف رايي في الكلام، انت عارف مشكله قد ايه، انت عارف ان انا يعني انت ان شاء الله يعني ان شاء الله انتوا الاثنين لو حبيبي كمان خلاص انتوا الاثنين عشان اسمكم. شكرا. انت رجع لازم انت اللي تحط في دماغك. انا عارف انا عارف بقول لك ايه، انا عارف وانا عارف انا بقول لك ايه، باين من حب الناس انت رجع جمهوري. شكرا حبيبتي. لا اسمعني، انا في الموقف ان انا اتحط مع ميرال مش متخيل ميرال كمان من الفريق، وان انا بص على المصريين اللي هم لما يقولوا اثنين مصريين طالعين على كل واحد فينا، كل واحد فينا صعب. بس بعد اذنكم بس واحد عايز انا بس كده. تمام انا دلوقتي انتوا الاثنين لازم توقفوا. انا ارجع اقول تاني مش شرط، الله اعلم احنا ما نعرفش، بس انا يعني انا حاسس كده ان انا مش فاهم. اسمعني رانيا، لازم تكوني قويه. رانيا انت البرايم ده لازم تبداي فيه. تمام مهربي. اوكي بص مفيش حاجه، مفيش حاجه اسمها انت تخرج او رانيا تخرج او مراد تخرج. في حاجه اسمها نحط كل الاحتمالات مظبوط اوكي، بس مفيش حاجه اسمها انا طالع وانت طالع. انتوا يا جماعه في الفتره اللي انتوا تكونوا انتوا الثلاثه اقوياء، انتوا اقوياء احنا اقوياء انا ما قلتش حاجه انت فاهم قصدي. ف انا ما اقدرش احط يعني ما اقدرش اقول شكر هيطلع، ما اقدرش اقول راني هتطلع، ما اقدرش اقول مراد هتطلع، لان انت عارف في ساعتها بتحصل احتمالات تانية خالص احنا مش عارفينها انت فاهم. فدلوقتي احنا اتحطينا في مأزق، اتحطينا في وضع شلل انت فاهم. فانا انا مش قادر افكر، يعني مش قادر استوعب الا لما نبتدي نهدى ونشوف هنعمل ايه. طب خلاص كل يهدى دلوقتي، ممكن تخش دلوقتي انت وتغسلي وشك كده وتهدي. تمام خاطري يلا تعالي. لا مفيش عادي، خش عايز تقولي خش. انا بص شكري بص يا حبيبي انا والله اقسم بالله ما اعرف اقول ايه. الدنيا وحشه، حطوا حرب مصر وسوريا. تمام بس انا كمل، بس كمل انت تعالى. انا يا حبيبي بص خلاص خلاص مش عايز انا كملت عشان انت حاجه عليا. بص خلاص كمل بس انت تعالى. مش عارف اتكلم ايه، مش لاقي كلام اقوله. مفيش كلام خلاص. احنا الثلاثه زي ما قلت لكم اول ما دخلنا، احنا الحمد لله الثلاثه يعني من احسن الناس اللي جم من مصر قبل كده، من احسنهم. فسواء انت قعدتي او مشيتي، سواء انا قعدت او مشيت، سواء انت كملت او ما كملتش، كلنا لازم نكون مبسوطين ان احنا عرفنا نمثل بلدنا بطريقه نظيفه بطريقه كويسه. لازم تكوني قويه يا رانيا. مضايقني حاجه واحده، يعني ليه قيموا غنى واحده واقفة على الستيج أول مرة تبقى نوماني؟ يعني أكيد مش هتعرف تغني، أكيد هي تفكيرها في مليون حاجة تانية غير هنا. في اللحظة دي ليه قيموني على الأساس ده؟ رانيا دلوقتي احنا أمام أمر واقع، حصل الوضع دلوقتي، احنا دلوقتي في وضع سيبك من هما قيمونا الأسبوع ده قيمونا.